لا، أنا أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو، علي يعشق الحق، علي هو الحق شيء واحد، والنبي قال هذا، علي مع الحق يدور حيث دار، هل في كلام؟ أنا أقول لكم هذا من خلال التجربة البسيطة الشخصية. على فكرة أنت من خلال تجاربك تستطيع أن تفهم ما لا يفهم بالكتب كذا، وتفهمه على قد ما عندك، على قد طوقك.